نتعرف على طريقة وكيفية استخدام الشروط ميتا. قموا بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حول، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شروط استخدام ميتا، ثم سوف نقوم بانتظار قليلا، وهنا سوف يظهر لك جميع المعلومات التي تحتاج إليها. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.